بالنسبة للكلمة اللي قالها رئيس البارح نقولوا برافو على الحكاية معناها نتاع اللي باش يصلحوا المجلس وكل باش يرجعوا الفلوس وباش يبنيوا ويصلحوا من الأول وجديد وكل. أما راهو بالحق زايد اللي الانتخابات التشريعية نتاع العام الجاي راهو بالحق راهو باش خلينا نكملوا هكا، مش لازم مجلس نواب واحد آخر، مش لازم حد شيء، خاطر حكاية فارغة، راهو كلهم فساد كلهم فاسدين، ما فما حتى أمل معناها مجلس واحد آخر انتخابات واحد أخرى، والفساد في كل بلاصة ما زرع عروقه معناها. نشوف فيها قرارات جدية وقرارات صالحة، وإن شاء الله يكون الرئيس فاعل في القرارات هذه، وإن شاء الله المواطن زادة يعرف اللي هو معناها يكون مشارك. أنا عندي اقتراح وجيه أنه نقدمه لسيادة الرئيس، يعمل لنا هدنة ويعمل لنا مرسوم يحل الأحزاب الكل على بكرة تبيها على المدة 3-4-5 سنين، نعيشوا كما سويسرا، نخدموا على رواحنا ونشمروا على ذراعنا ونمنعوا تونس من انهيار اقتصادي قبل كل شيء وبالاقتصاد تنمو للدول. أنا مع قيس سعيد في القرارات اللي خذيهم البارح الكل. نبدأ معناتها بالتشريعية حتىش معناتها الاستمارة ولسه الاستفتاء باش يصير معناتها، واحنا بينصير معناتها مع قيس سعيد باش يرجع معناتها ما كان نظام معناتها برلماني باش يولي نظام معناتها رئاسي، معناتها هذا الاوبجيكتيف، وهكا معناتها انا رأى تونس معناتها تتحسن بالطبيعة كيما التوانسة الكل وكما نتصور ان حتى العالم اسمع الخطاب سيادة الرئيس، ربي ان شاء الله يوفقه. خطاب كان عقلاني، كان ثابت ومركز، انتظارات التوانسة إن شاء الله يحققها، وإن شاء الله الفترة ما تتوالش أكثر من هكا، وبها كي حددها في الوقت، لأن ننتظر يتلفت شوية معناها للشعب، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن.